السلام عليكم واهلا ومرحبا بجميع المغاربه فين ما كانوا. نتمنى كل واحد تلقى هذا الفيديو بخير وعلى خير والصحه والعافيه. كنت وصلني شي فيديوهات صراحه مؤلمين ديال شي واحد عنده خلل عقلي ودار جرائم متكرره في حديقه حسب الاوديو اللي جاني في الرباط. وشحال هذه كنت هضرت انايا على الدولة خصها تهتم شوية، ما تبقاش تهتم شوية بهاد الناس اللي عندهم لي تروب سيكاتريك، الناس اللي عندهم خلل اللي ما كيعرفوش كيديروا، اللي كيدوروا طليقين في المدن وفي القرى وفي الشوارع. وكذلك افون كو سا سوا تخو طار، لان الافالة كبرت راه غتولي ديجا الامن ديال المغرب الداخلي راه تضرب، من كيتذبحوا دراري وعائلات كانوا كيتزوروا في الحديقه وقع لهم هذا الشيء. كنت وقعت لواحد الصديق ديالي، انا قتلت ليه ولده، قتلته ليه وحده شمكاره قتلته ليه، شداتو ودكت فيه جنويه هكذاك فهمتي، باقي صغير كان جاري هذه سنوات. ولكن البارح كنشوف ديك القضيه اللي وقعت ديال الحديقه عموميه، وقعوا جرائم واحد مسطي ولا كما كيقولوا عنده دي تروب سيكاتريك، ما عارفش شنو كيدير. الدوله خصها تهتم بهذا الشيء، الدوله ضابطه الامن، ضابطه الحركات التمرديه والحركات المتطرفه والاكستريميزم والداعشيه ضابطه، ولكن خصها تضبط، المدن كاملين وكاع اللي كيدوروا كما كانت بكري، العراف. الا ما رجعناش لهذا النظام غنوليو مخترقين بسهوله، شتو شارع جيش ملكي، جيت النفق شارع جيش ملكي، جوج ديال الاشخاص راكبين في موتور ضربوا البوليسي طيحوه، دابا كيدير العمليه لراسو، هرسوا ليه راسو ودقدقوه ومشاو هزو موتورهم ومشاو. ما كاينش حتى اسيستونس اي بيرسون اون دونجي، ما كاينش حتى ديك وشاو بحال هاتهم، راه لي كاميرا شاداهم وكل شيء. خص الدولة هادشي تعطيه قيمة كبيرة، زين هادشي تعطيه قيمة كبيرة، لأن كنتمنى الصحف يخلو في هاد الاتجاه، لأن شان الصحف كيبغيو يجيبوا الفضائح. الصحف أغلبية ديال الصحف اللي كنشوفهم أنايا كيخدموا ضدنا، كيقلبوا على الفضائح ويقلبوا على الاحتجاجات وكيقلبوا على كيعطيو لي زانغريديون، المواد الدسمة للدولة اللي كتحاربنا إعلاميا واحد الحرب ديال 60 عام تبغي تشوه صورة المغرب، كيعطيو ليه يقولوا ليه فوالا ها المغرب، وكيضخموا. المغرب كثرت فيه الحريه صراحه، نقولها لكم المغرب يا ترو دو ليبرتي، يا ترو دو ليبرتي تو لا ليبرتي، تو ماتش فريدوم كيل فريدوم، كثرت الحريه تقتل الحريه. حنا ماكشي كنطلبوا بالديكتاتوريه او القمع ولا التعسف، لا حنا دابا تصور ولا شمكار يجبد جنويه على بوليسي، يجبد سيف على بوليسي وكيدير ليها على هذاك الشمكار، لو كان يتشد ويمشي بواحد 20 عام او 30 عام ديال الحبس على هذيك الجبده ديال السيف، 30 عام ديال الحبس ويمشي يخدم فيها، ماشي يمشي العكاشة ويدخلوا ليه الفرماج والماربورو والجوانات ويدخلوا ليه، يمشي يخدم في الصحراء يحفر الترونشيات ويغرس الشجر في اطار محاربه التصحر. ديك الساعه يعرفوا بصح بين يدير الجريمه ويمشي للحبس والبعره تقلب على اختها واخا تكون في الهند، ويتلاقى مع صحابه ويوليو يتعلموا اجرام بطريقه اخرى، وغادي كيطوروا محدو داخل الحبس وكيطور طريقه الاجرام ديالو، كيخرج بواحد طريقه اخرى للاجرام، عاود يدخل عاود يزيد يطلع في النيفو بحال كيمشي يقرا، كيف مواجهات المؤسسات الامنيه وكيف مواجهه المواطن والنصب على المواطن او التعسف على المواطن او الاعتداء على المواطن، السرقه والنهب وكذا والنصب والاحتيال. الدوله
ما تبقاش تراعي دوك الهاوهاويين وهذوك اللي يقول لك لا حريه الانسان وحريه كذا، ها بحال هذوك اللي هدونا هزوا حصايرهم وقال لك باغي من الاول الجزائريين كاع كيدخلوا عندنا يقولوا لنا تضامننا مع ولاد العياشين. انتوما كتضامنوا مع شي مغربي بعدا اصلا؟ جزائريين يتضامنوا مع شي مغربي؟ جزائري اللي داروا لك جميع الشيوعيين جابوهم لك باش يقتلوك، تضامنوا مع هذوك العياشين وفرحانين انت هما قال لك نهربوا للجزائر، شادين حصايرهم والكاميرا شاد فيهم والكاميرا كيصور فيه زعما كيدير الفضائح زعما الابتزاز. لا شوف حنا راه حنا كنخلصوا ضرائب، حنا كنخلصوا ضرائب راه كنخدموا باش البلاد تزيد لقدام. وهاد الناس اللي الناس اللي كيخدموا على ياسر راه كيريب، وانت تبني واحد يريب، انت كتبني واحد اخر كيريب من وراك، ها واحد كيريب يريب من وراك، سي نورمال. هاد الصحف المكتوبه والالكترونيه في الصحف اللي عزاز عليهم الفضائح، عزاز عليهم الفضائح، ما عندهمش ان اوتر مويان باش يجيبوا لي فيو، باش يجيبوا عندهم غير هادشي زعما. راه انا عارف الصحفي اللي مزيان اللي بعقلو اللي يبغي بلادو، الا اكتشف شي مخالفه كبيره ولا اكتشف شي حاجه كيديرها في السريه وكيزيفها المصالح المعنيه الاعلى السلطات، يقول لهم انا فلان الفلاني صحفي فلان الفلاني ها شنو كاين هذا الشيء خصو يتعالج ولا غادي نعلوه للبيبليك. انت الصحافه ديالنا خاصها تضامن باش تعبع هاد الشباب وموتيفي سا جينيراسيون، باش تموتيفي هاد الشباب توريهم بلي كاين ما يدير في البلاد، وماشي غير اللي جا يبغي. راه شتي هادشي ديال اليساريين وداكشي غيسيرو كولوه راه شديتو تانتوما نوبتكم وما حاربتو حتى شي حاجه، ما حاربتو فقر، ما حاربتو بطاله، ما حاربتو بناء عشوائي، ما حاربتو دور الصفيح، وانتم الاسلاماويين لا ميم شوز داكشي اللي عندكم يسيروا كلوه، ما حاربتو بطاله، ما حاربتو فقر، ما حاربتو حتى حاجه. هاك اللي يحيد من واحد الرضاعه كيولي معارض، دخل كيولي مزيان. شنو هي هاد المعارضه؟ المعارضه الا كنتي معارض عطيني البديل، عطيني شنو غادي ندير. واللي كيخدم كيتحاملوا عليه، اللي كيخدم كيمشيو ليه، يعني امبورت كان موين خصو يقلبوا ليه على شوها باش يديروه. دابا انا درت فيديو، داك الفيديو ديال الفروي وداك الشيء زعما كملاش 100 درهم ديال الفروي، صندوق عنب وعرام ديال لافوكا وعرام ديال التفاح وديال ديال بوعويل ديال، وفي الجفاف كاين هادشي في المغرب، في الجفاف الناس راه خدامه. درت فيديو ديال الناس، مجيت الناس كيخرجوا من الحجر كيخرجوا الخضره، كيغرسوا البطاطا في الحجر وكيخدموا البيار بالبوطه، عشرات البوطات كياكلوهم في النهار باش كتوصلنا حنا البطاطا، وما كتلقاش كيشكي. كتمشي للسوق، كتدخل للسوق، اي سوق في المغرب كتدخل ليه كتبقى تشرط، لا ما ناخذهاش ب70، ناخذها ب80، ما ناخذش هذه، كتبقى كلشي موجود وما كتحمدش الله، كيحسب لك على ان داكشي اللي انت عندك موجود راه موجود في كاع الدول، ان ضروري خصو يكون، راه غادي يديروا لك بح، ما كاينش. كاين جفاف، الغاز غالي، طلع الثمن، داز كورونا، جات اوكرانيا، ما كاينش بح، سير كل الحجر. ولكن حنا كنقولوا لكم هذا المغرب الطاقه ديالو راه ما هياش اعالي البحار ومقاليع الرمال والفوسفات، راه هي الرجال، راهم الرجال هما الطاقة ديال هاد البلاد. هادوك اللي كيخدمو في زاوية الشيخ، ومجيت ملوية، ومجيت الخنيفرة، ومجيت قنيطرة، ومجيت السوس، ومجيت الريف، هادوك اللي كيضربو العتلة ولي كيحفرو لك الأرض وكيوجدو لك ما تاكل وكلشي كتلقاه موجود، هادوك هما رجال البلاد. وهادوك اللي كيستثمرو في الخلا والقفار، كتبان لك بلاصة خاوية تتولي جنة، فهمتي، وواحد آخر مقوس عليه، واش راه الأرض غير 50 درهم المترو، واش راه هادي شي يكسب شي يحسب شي يسب، عشره وراه كيبيع بكذا وكذا، وديرها انت. هذوك هما الرجال اللي هازين البلاد، ما كيخافوش من الخساره، ما كيخافوش سو كي اون دلوداس. وهذوك اللي كيفيقوا الصباح
ويخدم ويدمر. هذه هي الطاقه اللي عندنا في هذه البلاد. حنا راه ما عندنا والو، بزاف اللي كيحلوا فمهم راه الفوسفات راك عرفتي فاش خدام الفوسفات لتخصيب الاراضي. المغرب راه شاد به الامور ديالو، راه كيحارب الفقر في اوروبا عبر في افريقيا عبر الامن الغذائي. المغرب خدام. خصك تعرفوا على القضيه، المغرب مضايق، المغرب راه مضايق. حنا بغينا المغاربه يكونوا برقاقه، بانك واحد انورمال عيط في البلاصه للبوليس. ما تقوليش ما كيجاوبونيش، يجاوبوك البوليس. قول لهم واحد راه الجنويه وكيضرب بالك، واحد كيشفر صوروه زي في التصويره ديال، ما تبقاوش تخافوا. الشفار بلغوا عليه، اللي فرقع الطوموبيل بلغوا عليه، اللي دار مخالفه بلغوا عليه، اللي شد رشوه صوروه، ماشي تجيبوه في الجورنال. سان سافا غيان. زي في السلطات الامنيه كاينه الصفحه ديالهم وكاين الميل ديالهم كاين كل شيء ديالهم. اما الفضائح ما عندنا ما نديرو بها، فهمتي؟ ما عندنا ما نديرو بها. غير اللي وقع ليه مشكل بغى يبتز الدوله كاين وضع عيط لشي قناه قادوسيه، شي قناه قادوسيه وكيعيط عليها وكيبقى يهدد. وانا شويه تشوف ذاك الخبر كيدور في جميع في العالم، كيدور الدوله كتخطف كتاخذ اراضي ديال الناس وما عارفينش كاع المشكل وما عارفين والو والناس ما عارفين. وما كاينش شي واحد قاري القانون العام يقول لهم اودي راه نزل الملكيه راه ما بقاش لي بريروكاتيف لا بويسونس بيبليك راه سي فيني. اليوم الدوله والتي لا بغات شي ارض فيها بصلاحه عامه كتشريها من عند مولاها وكتفاوض معاه. وهذيك الدعايه ديال ان المغرب راه كياخذ الاراضي ديال الريافه وكتاخذ الاراضي ديال الصحراء وكياخذ الاراضي ديال الوجاده وديال هاد ديال فيكي وديال، علاش هاد الدعايات وهاد الكذوب؟ علاش هادشي هاد الكذوب؟ علاش سا سافا كوا؟ انت راك في حرب، واش ما امنش بلي راك في حرب غير بحيث انت راك متفوق اليوم؟ لو كان ما كانش السياسه الحكيمه ديال الملك نصر الله راك منهزم وراك يسقلوا لك جوج حوايج. الجزائر كانت مكمشه ما كانش كدوي، مكمشه شتي مكمشه داك الفترولي مدخل راسو ما كانش كيخرج. غينا الحرب اوكرانيا والغاز غلا شتي ولات كدور باختو، مشات لتونس، طلعت لبيرو، طلعت لكولومبيا، مشات شرات موريتانيا باش دير لها اتفاقيه الصيد. فلوس كيتزيد، الجزائر محدها تغنى وهي كتوظف الغنى ديالها لتخريب المغرب. عندك الزهر ما راهش دوله قويه، كون كانت دوله قويه راه تحقر عليك. الجزائر دوله حقره لان تعاشت حياتها كلها محقوره، لا تاريخ ولا هويه، لا تاريخ ولا تراث ولا هويه. نقول لهم في وجههم راه كيسبوني ويعايروا ما على باليش بيهم. البلد الوحيد اللي فيه الهويه والتاريخ والتراث هي لاكابيلي، وديكور راه قالها براسو، فهمتي؟ ماشي انا اللي قلتها، حنا كنقول للمغاربه المغرب راه في حرب. وهادشي غير باش نفسر لك، المغرب راه في حرب. لو كان الجزائر، اسمع ليا مزيان، لو كان الجزائر هي اللي كانت في بلاصه المغرب مثلا وعندها علاقه زوينه مع اسرائيل، تصور الجزائر كانت في بلاصه المغرب. الجزائر هي اللي عندها مواطنين مغاربه يهود وعندهم سلطه القرار، كون هاجمت علينا، كون استغلت ديك العلاقه مع اسرائيل واستغلت الاسلحه والتكنولوجيا، كون هاجمت علينا تحقر علينا. الجزائر دوله حقاره بحال واحد حقار في الدرب. خصك تقوي ليه مزيان، توجد راسك مزيان باش تهرمك مزيان، كيقربك تهرمك مزيان. هادشي راه حنا كنعيشوه، فهمتي؟ راه انت عندك الزر ايها المغربي، راه الجزائر ضعيفه والجزائر مضعف. شو هاد اليامات كيفرعلو؟ فرعلو مزيان. لاحظتي ولا ما لاحظتيهاش؟ باسكو الغاز والبترول البحبوحه طلعت شويه، راهم كيرجعوا الوقت بومدين، الوقت بخروبه. ماشي يصاوبوا شعبهم ويحيدوا الطوابير ويحاربوا. يقول لك يدخل واحد يقول لي العياشيه ومدن الصفيح، مدن الصفيح، حنا عندنا مدن الصفيح، عندنا كنحاربوها وحاربنا العدد كثير، ماشي غير شويه، حاربنا بزاف. عندي هنايا لي فيديو بلا ما نوريهم، لان حنا ما نوصلوش هذاك المستوى. لي فيديو سير جوجل
سير جوجل، تابي جوجل ودير بيدونفيل، دير بيدونفيل اون الجيري. شي انا اللي درتها، سير جوجل هما اللي كتبوا بيدونفيل اون الجيري، بيدونفيل اون الجيري. هات اه مدينة بيدونفيل، ها هادي بلاد البترول. كيدخلوا يسبونا وكينساو على ان كلشي موثق، راه كاين الالاف ديال لي بيدونفيل، الالاف الالاف. حياة وسط الواد الحار، وسط الواد الحار داز عليهم لا ميرد وساكنين فيها، فهمتي؟ باش تجي انت صحفي تقول لي زعما، انا بالنسبه لي انا نكذبش عليك، انا بالنسبه لي اللي بنى بالركيح راه كنقول شحال واحد انبني وقال لك لا ما يمكنش كلشي كل لاباس عليه وما يمكنش كلشي هذا وما يكونش كلشي بحال بحال. انت ما يبقاش فيك الحال انت تخدم 25 عام 30 عام باش تخلص الشقه اقتصاديه، ويجي واحد يبني براكه ويدير ابتزاز الدوله ياخذ احسن منك، ياخذ دار دير 200 300 مليون. انت مغربي هو مغربي، اذا هذا التحريض والمثل الخاطئ ان المواطن ما يبقاش يجتهد، يولي تبغي الدوله تعطيه كل شيء. انا بالنسبه ليا عمر ما كان امنش بالديمقراطيه وحقوق الانسان، دي بحال اوروبا ممنوع تبني بناء عشوائي او قصديري، ممنوع. دولة ميكت عليك، سيبوزو كاين أخطاء ديال السلطة وتعاون معاك واحد الوقت وبنيتي براكة وسكنتي 25 عام 30 عام 30 عام أو ما أكثر، هذيك 30 عام اللي كنتي ساكن فابور ما درتي فيها والو، لا ضو لا ما لا كرا تخلص والو، ها وكتكملها كتربي معيزات وبقيرات ودجاج وكترونها، جبتي القريه حطيتيها في المدينه، كتخرج من الدار البيضاء تمشي لواحد القنت، كيمشيو شي قنت غابر تتلقى فيه كاريال، تسول عليه تقول لك الاغلبيه عندهم الكاميوات، الاغلبيه عندهم البلاد العربيه، وقت الزيت اللي يجيبوا زيت العود، وقت كذا يجيبوا كذا، وقت المواسم الفلاحيه كيجيبوا، على دليل على انهم عندهم اراضي ممتلكات فلاحيه. ولكن حنا ما عندناش هذا الشيء، ماشي مشكل، غير هو الدولة هاد الابتزازات وتجيب الإعلام وتقول حنا راه حيدوا لنا الكاريان. أنا حضرت لواحد الكاريان هنايا حيدوهم سكنوا شي 30 عام وعطاهم سكن، جيت سبيت سكن زوين، عطاهم سكن داك الشيء اللي عطاهم بقعة، وكان اللي عطاو ليه السكن وغادي يبنيها مع بقعة يبنيها مع مقاول، كيولي عنده مكازان وتولي عنده شقه ولا زوج بثلاثه ولا اربعه ديال البيوت بليكي، وغادي يبني ليه المقاول، المقاول ياخذ نص، هو كتولي عنده طبقه او طبقه او جوج طبقات او مكازان وطبقه، ولات عنده تجاره، ولات عنده تجاره، ولا عنده السكن ديالو مضمون. وانت خدم حتى اسعد الناس، انت خدم خلص الكرا 20 عام ديال الكرا، قلب على البنكات كريدي فيها ودير كريدي، وتمرض تمشي للطبيب تخلص، الماء تخلصو، الضو تخلصو، هو ساكن في بركة 25 عام ما كيخلص لا كرا لا ما، كيعرف غير يمشي ينتخب، اللي جا معاه راه غادي يمشي ينتخب معاه، كيولي صوت مضمون هو والعائلة ديالو، كيولد في البراكة، كيزوج ولادو في البراكة، كيوليو خمسة أربعة ديال الدراري، كيجيو يعطيو السكر، كيقول لك حنا خمسة ديال العائلات، على دوك الدراري اللي تولدو تماك ما قراو ما داروا مستقبل، ما مشاو خدمو معلمين، ما خدمو أساتذة، ما خدموش، ما مشاوش دبروا على راسهم شراو شي ديور، او على الاقل خرجوا كرا وخرجوا بعد، لا كيبقاو لا ساكن في البراكه، لان كيقول ليه اللي صبر تماك غادي ياخذ غادي ياخذ شقه. وهذا الشيء واقع ودرناه وقلبنا وبحثنا، لقينا بنادم كاين اللي عنده كاع ملك بلاصه اخرى وكيبقى محافظ على البراكه حتى ياخذ الدار. انا باش نوضح لهاد الصحفيين اللي بغوا يضحكوا علينا، يقول لك راه ما كاينش حقوق الانسان، وحقوق الانسان على في اوروبا كيعطيوك السكن، اوروبا وامريكا واستراليا يعطيوك السكن، في استراليا شتيها قداش ما تاخذ السكن، كندا تخلص الكرا، الكرا هاد العقليه ديال البرارك ما نكذبوش، جايه من العروبيه،
جايه من العروبيه كيصبر كيجي كيجي كي كيبني براكه فواحد كيسمع البرارك واحد البلاصه راه القايد ميك فيها ولا مرك خارج على المدار الحضاري كتولي حمله ديال البرارك الوقت اللي يلحق عليها البني ما يبغوش يخرجوا. هذا هو الهيستوريك هذا هو الهيستوريك ديال الكاريان. وهذيك البلاصه ديال الكاريان خلي لي الكاريان العريق بحال كاريان سونترال ولا كاريان مولاي رشيد هذوك ناس ولا كاريان اللي مشاو لالا مريم هذوك قدام هذوك موت الاستعمار هذه كان ظروف كانت الدار البيضاء مدينه صناعيه وليد العامله كانت كتجي من برا ما عندها السكن كانت اوتوريزي كانت لي بيدونفيل ولكن من بعد سي بلي بوسيبل ها دا نورمالمون دي لي زاني 70 ولا كاع 80 خص الكاريه ما يبقاش يتبنى انا حضرنا الكاري كيتبنى في التسعينات وفي الالفينات كيتبنى الكاريان سي نورمال هذا التواطؤ ديال بعض رجال السلطه اللي اليوم راه الوقت تبدلت صراحه يا دي تبدلت ولكن هادو اللي عندهم كارير 25 عام ما تجيش يجي الصحه انا بيا غرضي غير الصحافه اللي كتمشي تصور وما كتفهمش المواطن تقول له السيد هذا اللي باغي تخرجوا الدوله راه عطاتو سكنه سبيت وما بغاش يسكن قال لك بعيده عليه باغا يبقى حدا لا فيل وما هذيك اللي عطاتها ليه في السبيت راه فابور ولا عطاتها ليه في الهراويين ولا عطاتها ليه مشيت الرحمه ولا كيقول لك لا باغي نبقى غير هنا فهمتي كاين الكاريير اللي كيمشي وحده السكان حدا الساكنه وكيديروا برارك تماك وكيحرموا الحياه على الناس اللي شارين الديور بالثمن الثمن شارين الديور بالثمن وكيجيو البرارك دايرين بهم ولادهم ما يخليهم يخرجوا من هاي تخرج زاكريسون يخرجوا كاين من هذاك الكاريير القديم اللي خرجوا منه العلماء لا ما بقاش داكشي يعني انحراف انا نجاوب هذاك الصحفي اللي مشى صور والاخر اللي معاه وداك المهداوي اللي مشى معاه وبقاو كيدافعوا ولاو الاشرطه كيدوروا في الجزائر دار اللي يهضر معنا اللي يدخل عندي يجبد ليا الدور كارير ديالنا راه قسنطينا فيها 1200 كوخ 1200 كوخ وكل كوخ مفورمي بيدونفيل تقريبا واحد على الاقل واحد 1000 حي قصديري قسنطينا يقول لك يا قسنطينا وهرم فيها اكبر مدينه قصدير في افريقيا هي ارزو وعاد سيد الشحمي وعاد زيد السينيا وعاد جيت الكرمة سير العمريه وراس العين والقرابه الكاريير تاع الكاريير هذه دوله بيترو حنا جات معنا حنا بلد فلاحي العربيه كيطلعوا للمدينه يقلبوا على شي خدمه كيدير براك ولكن اليوم سيني بلي بيرمي اليوم راه كاين سكن جيتي للمدينه باش تخدم وراه خويا روح كري ها روح كري وبحال الهراويين صغري الدار البيضاء ماشي الدار البيضاء راه بعيده على الدار البيضاء ولكن محسوبه على الدار البيضاء شيشان بناء عشوائي بين عشيت والضحى طلعت مدينه ديال البناء العشوائي ها ما كاين مدارس ما كاين تخطيط ما كاين مستشفيات ما كاين والو لان باش تبني اليوم اللوتيسر باش يبني كاين شروط ماشي غير يجي يبني طرقات هما الاولين لي باساج ها منين يدوز بنادم ياخذوا لك من الارض مدرسه وربما مستوصف بعده امور كياخذوها لك من التيران ديالك باش تبني ان غرون لوتيسمون خص يكون ان انفراستركتور افوازينون تكون تجهيز البنيه التحتيه المواليه ولا المواتيه للمشروع ديال السكن هذا كندوي ولكن اللي ناكد عليه ان الصحافه خصها تجمع راسها راه ما بغيتش نجبد واحد الارتيكل تكتب في واحد الصحيفه ما نجبدهاش اللي هو كيمس بالمغرب بالخصوص بالمغربيات ان واحد الخبر صحيح صغيور كيردوه كبير ونوليو نتعايروا به حنا راه عندنا واحد الدوله حدانا ربي ما عطيهاش القوه دوله حكاره راه حكرت على تونس ردت تونس يضربوا على السكر يضربوا على السكر والقهوه يضربوا على السكر والقهوه والفرينه وراها كدور موريتانيا قالت لها كري ليا اعطيني الترخيص ديال الصيد ديال الصيد وهي ما عندهاش اسطول ديال الصيد في الجزائر موريتانيا شبعت فلوس ودابا عند الجزائر ودابا الجزائر غرقتها ودابا كطلب منها تعطيها رخصه باش ترخيص اتفاقيه كاع تقدر يكون باش تفرط تماك وهي راه معروفه الجزائر اي محلل اي واحد كيلاحظ باينه باغي تدخل الايرانيين والروس وغالبا الايرانيين
ان الرسل عارفين هذيك البلاصه محرمه كاين الولايات المتحده كاين الولايات المتحده. انا علاش في الحقيقه الصحافه ديال البوز هي هذه، الناس كتخدم، الناس كاين نعطيكم واحد ليكزومبل، كاين ديزالجيريان كيصوروا هنايا كيصوروا كيدوروا دغيا داروا لي زابوني بزاف، ولكن كي كتفرج فيهم ما كتلقى حتى شي مواطن جزائري كيتابعهم، كيتابعوهم المغاربه، مغاربه كيتابعوهم مغاربه، ولاو كيشدوا مقاطع ملي كيقول اليمن. اليمني راه صحفي باحث صحفي خرج في ليزالجيريان، هذه خدمته صحفي قال الحقيقه ماشي جا منا ولا شي حاجه، الصحراء راه مغربيه بيه ولا بلا بيه. وكل المغاربه هو عنده لاباج ديالو وعنده لاشين ديالو اللي بغى يتفرج فيها يتفرج، ولو المغاربه كيديروا مقاطع منها وكيجيبها وكيقول لك لاحظ واحد اليمني شنو كيقول، كيجيب لك شان بقى يتفرج ويجيب لك اليمني، هو ما كيدويش ماشي كيدير المحتوى ديالو، هو كيجيب لك يمني. هذاك راه غير صحافي، نتوما كتكبروا بنادم تكبروا 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 واحد النهار تتوحلوا فيه كوم لي فيلان، تربي واحد السبع ولا كذا تبقى تربي فيه ولا شي ديب واحد النهار تيدور عليك يكونوا شويه تكبر. كاين عطا الله المغاربه، ولا انت دير المحتوى ديالك انت مغربي نتصنتوا لك، قول لينا شنو كتشوف العدو ديالك، تسنى حتى يقولها لك يعني يضحك. ها هذوك راه كاع المغاربه دار دوك الكونسيبت قبل منه، قبل منه ماشي فين وصل، ولا يقول لك علاش محمد السادس يقول انا حافظ الرسول، شوف فين وصل، يقول لك علاش نتوما مسعفين الملك في التطبيع، علاش؟ لان شافكم كتصنتوا ليه وكتشدوا لي فيديو ديالو وكتبقاو تحط فيديو، وكاع القنوات ولاو دايرين تقريبا كاع القنوات ولاو دايرينو عندهم، كتشوف تشوفو في سير يوتيوب كتجي تقلب شكون مول القناة تلقاه مغربي، هو راه عندو قناة ديالو اصاحبي، عندو قناة ديالو اللي بغا يمشي يتفرج فيها، علاش انت مغربي كتروج ليه داكشي ديالو؟ مام سيلا يهضر على الجزائر، حنا عارفين داكشي على الجزائر، علاش انا نتسنى يماني ناخذ ناخذ فيديو ديالو كما انزلت ونقول لهم لاحظوا معي تتبعوا اليماني سعد الشريبي ولا سميتو، ونبقى نشوف ونجيبو ونعاود ليه هو دايرو فلاشين ديالو، والاخر معاود ليه فلاشين ديالو، والاخر معاود ليه فلاشين ديالو، والمغاربه اللي خدامين وضاربين تما راه ما كاش اللي كيشوفهم كاع. علاش زعما المغاربه ما عندهمش مصداقيه؟ بالعكس المغربي هو اللي عنده مصداقيه، اما هذاك بالنسبه لهم يقول لك المغاربه راه عطاو ليه فلوس، اما مغربي هما عزيز عليهم غير المغربي اللي يسب بلادو، عزيز المغربي غير اللي فهمتي اللي يصبط البلاد. انا بيرسونيل كنامن حتى ماشي معارض، وقال لي بغي يقول لي المساواه المساواه، نقول له نوض من حدايا نوض من حدايا نوض تقعد مساواه، يقول لي حقوق الانسان يا اخي وهذاك عنده ما نقول له نوض من حدايا نوض حقوق الانسان، المغرب راه عاطيك كلشي. دابا هضرنا على السوق، كتدخل للسوق كتلقى كلشي ياك، كتلقى جميع انواع الخضر ياك، كاين الجفاف كاين الجفاف، لقيت شي مواد ناقصين ما ناقصينش، راه دو زون ديال الجفاف او ميم بلوس، دو زون ديال الجفاف او ميم بلوس. حنا ما نهضروش على الصحراء وداكشي، الصحراء ما محزرين حتى واحد على الصحراء، فهمتي ما محزرين حتى شي قمقم على الصحراء، حنا كنشوفوا المسائل الداخليه ديالنا. الصحراء راها مشدوده، الجزائر هجمت شحال من مره وكلات العصا، نقول الجزائر يقول لك حنا قويين وحنا سير حرس تاو مليليا، حنا ما نحرسش تاو مليليا، عندنا بريوريتي نحيدوكم نتوما بعدا جوايه ديالنا، سبتاو مليليا راه تجيب بوحدها، سبتاو مليليا جايه بوحدها هي تجي تقلب علينا. هذا واحد الفيديو الاخ زيرتو ليا. السلام عليكم.
تنشوفوا تبارك الله الحقول ديال زراعة البطاطس. الأراضي تتشوى خضراء كلها بطاطا، كاين تخيز ولكن الأغلبية كاينة حنا تنتواجدو في الملوية العليا، جي التقا جوين أغبالة وسربان. حسوا هادشي على ميدو تبارك الله. لاحظوا التربة كي دايرة، لاحظوا التربة كي دايرة، تيحتاجو هنا الميورا تمشيو تيمشي هاد المطر تيمشيو بالكاز. سمع سمع كل 24 ساعة تتكون لك عشرات البوطات، مئات البوطات. سمعتيها؟ راه داير هاد الفيديو، راه درتو، راه بيبليتو، راه مبيبلي دابا تشوفو. هاد راني بيبليها كل 24 ساعة، هذاك الفلاح كيخلي عشرات البوطات باش توصلنا حنا البطاطا. شتي شتي الأرض كي دايرة، الحجر. والعنوان ديال الفيديو اللي درتو راه غير صغير، فيه غير شي دو مينيت. المغاربة يستخرجون الخضر من الحجر، هادو هما الرجالة. أما الهضري إنما وكما أن نحن بما أن إخواتي خواتاتي بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى، وإنما كذا وكذا وكذا. سير كلها سمعت، أرى لي كاش ما تخدم، كاش ما يدك يتصداو بالتراب ويدك يقحراشو، كاش ما تضرب لي تمارة. فهمتيني؟ الدولة خصها دير، الدولة خصها تعطي، الدولة خصها تعطي. شكون هي الدولة؟ الدولة راه هو أنت وهذاك وهذاك، حنا هما كلنا دولة. لا واحد السؤال كيعطيه الاخ، يقول لك بنت الجزائريين، خاص تعرف واحد القضيه، درت لك فيديو اخر شوفو ودرت لا ديفيرونس. ها هو هذا شهر، حنا غاديين غير وحده بوحده نوعيو المواطن المغربي، يعطونا اتساع غير الصحافه المغربيه، يعطونا اتساع هاد الاسلامواتيين والاتحاديين اللي كيعتبروا راسهم هما اللي كيراعيو الاخلاق، والاخرين كيراعيو حقوق الانسان. حتى واحد فيهم ما كيراعي لا اخلاق ولا حتى واحد من الاسلاميين، ما غادي ما ضامن راسو حتى هو يمشي للجنه، عاد يضمنها ليا انا. وحتى واحد من الاشتراكيين ما حقق في الماضي اللي غادي يحققوا لي انايا، هما كلهم برو الجيريا. بعدا الاغلبيه ديال ليزيكستريميست غوش كلهم مايلين للجزائر، وتروح الجزائر. سبحان الله العظيم، هاد الدول المارقه وهاد الدول الخايبه كيلقاو زعما الكادوم تلقى يدها. ها العتله، العتله كتلقى العصا ديالها بالزربه تلقى يدها. هذا باش تشوف لا ديفيرونس كم كم كان عدد الجزائريين في المغرب. وممكن نقول لك هما كانوا مغاربه، هما مغاربه اتونسيون، كانوا لان زادوا هنا وكبروا هنا. شوف الجزائريين ما كتسمعش عليهم فين كاينين اللي كاينوا في المغرب. كاين الاغلبيه، راه قلتكم في واحد الفيديو ان الاغلبيه ديال الجزائريين اللي تزادوا في المغرب ومشاو لاوروبا او مشاو للجزائر بدلو مكان الولاده، بدلو مكان الولاده في السجل ديال الجزائر، قال لي حيد ليا لا نيسونس ديالي في وجده ولا في مكناس ولا في كازا وديرني تزاديت في الجيري، اختار لي اي مدينه ما ديرنيش زيت في المغرب. كتمشي دابا للحلمة ديالنا ديالو في الجزائر كتلقاه زاد في الجزائر، بينما في المغرب كتلقاه زاد في وجده ولا زاد في فيكي ولا زاد في بوعرفه. الجزائريين ناكرين راسهم كانوا في المغرب، وهما ألد الأعداء ديال المغرب، الجزائريين اللي كانوا في المغرب. هادي ما هادي ما يحيدهاليش ما عرف شنو، واللي كاينين هنا حاجة أخرى، ما عندهم لا مثقف ولا جمعية. كتلقاهم كتكون شي حاجة ألجيريان، ملتقى ثقافي جزائري، كيعمروا ميكاراما، كيعمروا القاعات، ولكن شي حاجة تضامنية مع المغرب ولا شي حاجة ما تلقاهمش. ديما مع الجيريين متشبتين بالدرابو ومتشبتين بالقومه. خاص تعرف هاد القضيه هادي، تسنى منهم ما محتاجين لهمش، حنا يقولوا لنا المغرب ما محتاجين لهمش. عندنا مواطنين مغاربه اوفياء، راه عندنا ها هما اللي ولاو شخصيات ولا باس عليهم. هاد البورتاب هذا ها هو ها هما
هادو اليهود المغاربه، هادو اليهود المغاربه وحافظين النشيد الوطني والاغاني الوطنيه احسن من المغربي ديال المغرب. فهمتي؟ وري ليا شي جمعيه جزائريه مغربيه كبروا في المغرب يقدروا يغنيو لك الله الله. اه شي جمعيه كانوا الملايين ديال الجزائريين في المغرب، كانوا ولا ما كايناش؟ اه وري ليا ياك كنوريو ليهم الصراع ديال محمد الخامس الامم المتحده لاستقلال الجزائر، والصراع ديال الحسن الثاني الامم المتحده لاستقلال الجزائر، والمصانع اللي داروا ديال الاسلحه الجزائريين في المغرب، والمضاجع اللي كانوا كيتخباو، والعصا اللي كان ياكل المغرب عليهم. ها ليا شكون يبدا المقاومه الاول، المغرب ولا الجزائر؟ يجيو تقريونا حنا المقاومه. ها الجزائر ما عمر كانت تكون فيها المقاومه لو لم يقتدوا بمقاومه المغرب. شكون يبدا المقاومه الاول؟ وهما كيقول لك حنا نتوما نتوما نتوما، شكون بدا المقاومه الاول؟ قال لك حقا هذه قروها لنا في التاريخ، قال لك المغرب اخذ استقلاله بفضل الجزائر، لان الثوره الجزائريه ضغطت على فرنسا لمنح استقلال الى المغرب والى تونس، وكان هما كيامنوا بهذا الشيء، هما كيقراو هذا الشيء باسكو هما كاع اللي قالوا الحاجه اللي كتشيد بهم كدير لهم العلو فوق علو كيقولوا ايه حنا اللي حررنا المغرب. وهما اصلا التاريخ ديالهم كلهم فبرك، التاريخ كله فابريكي، وحنا راه ما كندعوش بالقوه ولا شي حاجه، حنا عندنا بعض الامور اللي خصنا نصلحوها. حنا دابا مضاربين مع فرنسا، فرنسا ما بغاتش تخدعنا، حنا ما خدعناش فرنسا 100%، ولينا كنوقفوا معاها تاتاتات لقاتنا حداها. لا فرنسا بقات كدور كتلقانا منا، كدور منا كتلقى منا، كدور هكذا كتلقانا ورا حداها، ما بقاتش اجي هنا وي مسيو وي مسيو، ما بقاش هذيك وي مسيو عندنا هنايا، يقول لي وي كيسك يا فيغ، المغربي ولا هكذا اليوم. فرنساوي ما يعني ليه والو، فرنساوي ما يعني ليه والو، ما كيبوسوليش يدو، كيبوسو اليد البيعة الملك، كيبوسوليش يدو، وما كيعطيناش الأوامر فرنسا، بزاف اللي غالطين. هناك رجال اعمال مغاربه وقفوا الند للند مع رجال الاعمال الفرنسيين ونزعوا منهم لي مارشي. المغاربه ولاو كيديروا دي سوسيتي اوروبيان ودي زاكسيون اوروبيان بالدوفيز وكيدخلوا يشدوا لي مارشي في المغرب. تشوف شركه اوروبيه ولكن تقلب تلقاها لي زاكسيونير كلهم مغاربه. علاش كنقول لكم هاد البلاد هادي راه الطاقه ديالها هما المغاربه، الطاقه ديال البلاد القوه ديال البلاد هي المغاربه، هي الرجال ديالها. وتقول لي لا راه عندنا فوسفات، راه عندنا سير هذيك الهضره ديال بمبركا وداك الشيء سير كولها، عندنا الفوسفات عندنا، بغيتي ما يكون عندنا والو. الدوله هاد الدوله بغيتيها باش تعي الدوله باش تمول العسكر ديالها، عندك حرب، عندك حرب من الستينات خلي 75، عندك حرب، عندك حرب داخل كاين الخونه ديال الداخل، هذوك الرباعه ديال الخوا خوات المتملقين المنبطحين ديال بصح ويدخل لي الاسلام. هما بالنسبه لهم الاسلام انت ما خصش يكون عندك ملك، لا كتدخل يقول حنا خا واحد يجمعون الاسلام والعروبه، شكون قالها لك؟ هما بالنسبه لهم كيقول لك نحن لا نركع الى الله، يلا هضر معاه انت دابا تقول لي الاسلام، هو يقول لك الاسلام، هما عندهم الاسلام كيطبقوه امام الملك، انت كيجمعون الاسلام حنا خا خاوة واش تسلخوا باباك ويهجموا عليك وما خلو ما داروا فيك وقتلوا لك واختطفوا وسجنوا وطردوا لك مغاربه وداروا لك فراسك واحد القضيه. بعدا انت بعدا الكامبو ديال خاوة خاوة فراسك في سيرفيس ميليتير، كلهم كيدوزوا سيرفيس ميليتير، ما كيوصفوكش انت ياكم، ما كيوصفوش العدو في لي مانوف في لي زونترينمون ديالهم، يقولوا العدو اكس، تخيل بانك العدو اكس، يقولوا تخيل بانك المروكي، بالنسبه ليهم المروكي هو العدو، كيقراو عليك انت في السيرفيس ميليتير ديالهم وفي المدارس العسكريه يقراو على ان العدو هو المروكي، وانت خاوة خاوة كتخوي علينا باغي تفرضها علينا، وسير اخويا الله يطليك بهم ويخليك ويحشرك معاهم، حنا مالنا. انا بالنسبه ليا اسكو سي دو مون بلان غير اللي كندير شي، انا راه عندي عائلتي الجيريان وكيتفهموا هذه القضيه،
ما بقات خاوه معاهم حتى حاجه، ما بقات خاوه، ما يمكنش تقول لي ما كانش الرجاله فيهم. راه شوف، راه العشريه السوداء ردتهم كاع بواله على سراولهم، كلشي كيبول على سراولو، يبان ليه العسكري يبول عندك، تشوف ديك الهزي ها 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 ها، كلهم كيبولوا في سراولهم، يشوف ميليتار يخرا ويبول في سروالو مخريينهم. يقولك انا ما بغيناش، بغينا تبون، بغينا تبون، زعما تبون شافوه مهبول وقال لهم البيستولي ديال واشنطن، وقال لهم التران ديال الثمن راست، وقال لهم غادي ندير، ما دار حتى حاجه، ولكن بغاوه لان خايف. الخوف اللي عندهم، حتى شي شعب ما كيخاف قدهم، اكبر شعب خوف مدلول منبطح هو الشعب الجزائري. قتلوا ليه 250 الف، ولي ديسباري فوق 150 الف، لي بورتي ديسباري. يدخل الجزائري دابا عندي اليوتيوب بقى يسبني ويعايرني، يقول لي الملك ديالكم متصهين، ملك ميمي، راه ازولاي هو الحاكم الفعلي، وراه هادي باش علاش ما كيواجهش الحقيقه ديالو، انه منبطح وانه مدلول، وانه واخا يتزاد الغاز والبترول يبقى ديما يحرك الاوروبا بالعائلات، ويخرج يطلب وما كيهزش معاه الوراق، ومين كيشدوه يقول لهم انا مروكي باش ما يزيطوا شريفولي عايش. وين غادي يجبد لك الدعاره في المغرب، والدعاره في المغرب، انا هدرت بواد بولون وكليشي سينالوني سدوا لي لاشين، حيت هما خدامين يدافعوا على راسهم، الدواب ديالهم زين، خدامين يدافعوا على راسهم. كاع لك شتي المرنك اللي عندهم في ما كانت شي حاجه خايبه عندهم يسقوها في المغرب، والشي الزوين ديالنا ديالهم، مضاربين باش كاع داكشي ديال المغرب ياخذوه هما، ومضاربين كاع داكشي الخرا ديالهم والوسخ حشاكم ديالهم يلصقوه في المغرب. وهادشي نتوما كتشوفوه في لي ريزو سوسيو. اليوم حنا كنا عايشين ملي كنا صغار، ملي كنا صغار، انا باقي صغير عندي 7 سنين 8 سنين 9 سنين 10 سنين، اي جريمه وقعت وحق الله العظيم ما كنزيد شي هضره بالله، كيقول لك شكون هذاك اللي قتل هذاك فلان ولا ديك فلانه، ولا اغتصب هذيك السيده وقتل ديك البنت وقتلها، وداك الشيء. كانت بزاف ديال الاغتصابات عندهم ديال البنات الصغار وكيتقتلوا، كيقول لهم مروكي، مروكي شكون فرع داك الريدو، مروكي شكون دار مرة من المكرين، مروكي يا بابا شكون حرك الغابه. هذاك الشيء راه ماشي جديد، غير معدنوا لي ريزو سوسيو، والحمد لله على لي ريزو سوسيو ولينا كنشوف هذا الشيء. ومحد المغاربه كيقولوا خاوه خاوه، محد كيعرفوا راسهم انهم مسيطرين علينا فكريا، واكليننا فكريا، حدك تخرج عينيك فيه، شو دخلوا لنا الملعب ديال الملعب ديال المغرب لعب مع الشيء، اش دخلوا يديروا تماك؟ واش واحد صاحبي ما كيبغيكش وداخل المغرب وهز درابو الجيريان ولا بستوني ديال الجزائريين جاي يشجعك؟ انا حنا خاوه خاوه، وحنا هو راه كيبروغرامي لك، هما كلهم ديارس، كلهم ديارس، كلهم عسكر، عسكر فاشل، ولكن كلهم عسكر، كلهم عندهم عقلية عسكر. هما عرفش راهم فلسطينيين، هما راه عطاو الفلوس، عطاو الفلوس هما ليزالجيريان، ماشي بحال المغرب. ليزالجيريان خرجوا واحد 400 مليون ديال الأورو وفرقوها على ليزانفلونسور واليوتيوبر مصريين سودانيين سعوديين، المهم كاع العرب اللي يتشرى شراوه باش يهاجم المغرب، بالخصوص الفلسطينيين اللي هو لا هو دابا كيبان لهم هما الوحيدين اللي هازين فلسطين. واخا حنا دوله قويه تستعمر فلسطين، ديما نقولوا فلسطين، اولا كيقول لك دوله قويه تبون، غير البارح سمعتو قال لهم واخا دوله قويه مستعمره فلسطين ما نحبسوش نقولوا فلسطين فلسطين، واخا تقولها من الصباح حتى العشيه دي البعابه. شتي على ضدكم نتوما، حنا انا الدرابو ملي شتو هز الدرابو ديال فلسطين كما قال الحسن الثاني، كون جيت نحكم ندخل نقول شكون شكون عطاك لو دروي، ما كاش الديمقراطيه في هادشي، ما كاينش الديمقراطيه، ما كاينش. المغرب راه داير الواجب ديالو مع القدس، داير الواجب ديالو مع فلسطين، كما غير اللي ما دارش هذا خائن مطبي هذا هذاك، راه عقده كيلوحوها لك هما، والله ما كرهوا يبوسوا الصباط ديال نتنياهو، والله كون كانوا في وضعيه المغرب ومصاحبين مع اسرائيل كانوا مهاجموا علينا، والله العلي العظيم، والله كون راه بنادم كيبقى غلط كيشوف كيشوفهم ساقلين يقول لك لا حقا، راه علاش يسون ان هما دابا انا قلت لك في الديبار داروا غير شويه فلوس تزاد البترول والغاز وما خلاو حتى بلاد، فين ما مشى موريطا يمشي من وراه عمامره كيعطي الفاليزه، فين ما مشى كيتبعوا عمامره وكيعطي الفاليزه، فين ما مشى الله.
الديمقراطية في المغرب يجب إعادة النظر، حقوق الإنسان يجب إعادة النظر. وكنطلب أنا من السلطات المغربية ضرب واحد الدورة ودير واحد لارف كيما كانت بكري، تجمع وتدوموندي لي كارت، اش كدير هنا اش كدير هنا اش كدير هنا اش كدير هنا، وتجمع دوك اللي عندهم الخلل العقلي تديهم المراكز تبني ليهم كيما بنات ديور صحاب بيدونفيل، تبني مراكز فين يمشيو فيها هادو اللي مراض الله غالب، كيما واحد يخرج بريش الجنوية يقتل واحد ما عرفش راسو شنو كيدير، خاصك تا هما توفر ليهم فين يبقاو، فين يحميو راسهم وتحميهم وتحمي المواطنين منهم. هذا هو اللي بغيت نقول لكم. العين كل احترام للفلاحة ديال المغرب اللي خدامين وما كيبكيو وما كيشكيو، كل احترام للفلاحة اللي موفرين لنا جميع انواع الخضر رغم الجفاف ورغم غلاء المواد ديال السقو والموالد ديال التخصيب، كنشكروهم. كل الاحترام لي ترونسبورتور لي كاميونور لي ترونسبورتور اللي كيوصلوا لنا الخضر عبر جميع انحاء المغرب، كل الاحترام لي زانفستيسور المستثمرين الذي وفروا لنا الشقق سواء الموين ستاندين ولا الهوستاندين ولا الفيلات ولا الاقتصادي، كل الشكر اللي زعل الله يربحهم. ولكن لا راه كيربحوا شراو الارض، الله يجعلهم ما ياخذوا الارض فابور، الله يسهل عليهم ويربحهم. الحاسد ساد يطيح في النار. كل الاحترام اللي كيفيق مع الصباح ويمشي يخدم ويبرد على النهار ويخرج المصروف ديالو، كل الاحترام اللي مربي ولادو وحاضي ولادو وما طالقهمش، كل الاحترام اللي كيولد وما كيطلقش كيربي ولده وكيربي الدريه ديالو، كل الاحترام اللي ما كيرميش الفشل ديالو والرسوب ديالو على الدوله، اللي يقول لك انا اللي غلطت وانا اللي خصني نصلح الغلط ديالي بتربيه اولادي احسن تربيه. فهمت؟ وواحد القضيه، وكل الدن والاهانه للصحافه اللي كتلعب على المشاكل الاجتماعيه وتشويه صوره المغرب خارج المغرب، كاع داكشي اللي كيدار كيتضرب في الزيرو، وكل الدل والاهانه للناس اللي كيحاربوا دوك الرجال ديال البلاد اللي ناجحين وكيدخلوا المغرب المشاريع الناجحه. كل الاحترام لهاد الناس هادو. اما هادو صحاب الهضري وهادو صحاب الاخر الله يخليهم يفط بايحهم. كنحييكم، حنا ما تسنى والو من لافرونس، حنا واقفين لافرونس، شتي لافرونس قلت لك حنا منافسين معاها، رحنا في لافريك نورمال، عندنا لي بونك ديالنا عندنا لي زافير ديالنا عندنا كلشي. علاش كنقول لك كاين رجال في المغرب؟ سير قلب على السميات، قول لي لا اموال الدوله، واحد كيقول لي القجع من اموال الدوله، ما عرفت حتى القانون ما عرف والو. اموال 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 الضرائب، كنتي تقلب وتلقاه ما كيخلص حتى ريال ديال الضريبه، ولكن كيبقى يكتب تحسبوا راه كيخلص الملايير ديال الضريبه. سير الجمعيه شكون كيمولها شكون؟ الله يمكن تبارك الله عليكم. À la prochaine vidéo.